مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سعد الله أوقاتكم وأيامكم بكل خير، حياكم الله ويا هلا مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج صباح الشارقة، نفس متعودين علينا مشاهدينا الكرام في برنامجنا صباح الشارقة. صبح عليكم في البداية وعلى فريق البرنامج وعلى كل متابعينا الكرام وعلى زميلتي رشا. صباح الخير. صباح الخير مشاهدينا، صباحكم الله بالنور والسرور، وإن شاء الله يا رب يكون صباحكم مليء بالخير والتفاؤل وكل الأمنيات الجميلة اللي نتمناها لكم. يعني ما في داعي إني أتكلم، السعادة واضحة على وجه محمد. ليش؟ ما شاء الله وايد مستانس. ليش؟ وأخيرا حققنا حلمه. يعني محمد كان معترض من يومين، أمس وأول أمس، إن أنا بديت في المقدمة، يعني مقدمة البرنامج. بس يومين. وأنا اللي رحبت بالمشاهدين. أنا أحس من شهرين والله، أنا أول مرة قدم، حتى مقدمتي محمد ما تأخذ 10 ثواني. أنت مقدمتك ما تأخذ 10 ثواني؟ يوسف نص البرنامج مقدم. نعيد الحلقة من البداية عشان نعيد مرة ثانية نشوف المقدمة كيف. ها نعيد؟ بس خلاص يا محمد. طيب مشاهدينا الكرام، ايضا نذكركم بوسائل. شفت المعاناة. هذه طيب. المعاناة اليومية. مشاهدينا الكرام، برنامج نفس ما متعودين عليه، برنامج يومي صباحي ياتيكم من الاحد، من السبت الى الخميس ما عدا يوم الجمعة، من الساعة 10 وحتى الساعة 11 والناس بتوقيت دولة الامارات العربية المتحدة. ما راح تخلينا رشا نقول شيء. تفضلي رشا. كلمة شوي والله العظيم ما في حد بيضايقك، بس كلمة شوي. سامحنا الحمص اليوم من الصبح مسوي لنا مشكلة. طيب مشاهدينا الكرام، ايضا خلونا نروح لهذه الوقفة نشوف فيها في عناوين فقراتنا وراجعين. فرصة أن أتكلم. Thank you محمد. مشاهدينا، إذن هذه كانت الفقرات، رح نتعرف عليها إن شاء الله بالتفصيل من خلال مشوارنا الصباحي لليوم. أيضا لكل الأشخاص الراغبين بالتواصل معنا، بالإمكان التواصل إما عن طريق الأرقام الخاصة بالبرنامج اللي تظهر أسفل الشاشة، سواء من داخل أو حتى من خارج الدولة. أما عن طرق وسائل التواصل الأخرى، بإمكانكم التواصل عن طريق الفيسبوك، إيميل البرنامج، لتويتر، أكاونت الإنستغرام، موقع الأونلاين، إيميل البرنامج، والأبليكيشن الخاص بالمؤسسة اللي هو SMC. طيب إذن هذه وسائل التواصل مشاهدين الكرام. طبعا اليوم ما في سؤال، متعودين علينا فقط يوم السبت وأيضا يوم الخميس. الخميس محمد ناسي. أنا محمد، ليش ما تحول البرنامج تسجيلي؟ مو بحسن أساس 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 نتلافى هذه الأخطاء اللي دائما تطلع من رشا، ولكن أنا قلت المشكلة أن طيب. محمد بس يغيب يوم ينسى كل البرنامج. طيب محمد ينسى الأيام وينسى الوقت وينسى الفقرات. محمد ايام عندنا اليوم فقره عن النسيان. صح صح. طيب هذه جميله جدا تفيدني، وعندنا بعد فقره عن اعتقد الساعه البيولوجيه. صح بعد. صحيح والله الموضوع كنت تتكلم اليوم عنه امس. اليوم الفقرتين انا المقصود فيهم. صح يا رشا. واضح. طيب مشاهدينا الكرام، نبدا معاكم اخبارنا لهذا اليوم. اول خبر بعنوان اسلاميه الشارقه تسعى لنشر الوعي الديني واقامه الدورات العلميه المنهجيه المتخصصه لطلبه العلم. استقبل سعادة الشيخ صقر بن محمد القاسمي رئيس دائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة في مكتبه بمبنى الدائرة أمس فضيلة الدكتور سليمان الرحيلي، أستاذ كرسي الفتوى بالجامعة الإسلامية والمدرس بالمسجد النبوي الشريف. تأتي هذه الزيارة في إطار استراتيجية الدائرة وضمن سعيها لنشر الوعي الديني وإقامة الدورات العلمية المنهجية المتخصصة لطلبة العلم، والتي من ضمنها الدورة العلمية الشرعية الثانية لقواعد فقه المعاملات المالية المزمع إقامتها خلال الفترة من 3 إلى 6 أغسطس الجاري بجامع السلف الصالح في منطقة القرينة. تهدف الدورة إلى تقديم شرح وافي لطلبة العلم حول قواعد وأصول المعاملات الربوية. والله من يعني أهم الدورات المفروض الواحد يعني يدخلها واللي صحيح. يعرف عنها، خصوصا يعني في عالمنا الآن وانتشار الربا، وحتى يعني ممكن يعني القروض بشكل كبير. فلذلك الواحد ممكن يكون عنده يعني من خلال هذه الدورات يكون عنده يعني وعي أكثر بما يخص الدين وبما يخص يعني أخذ القروض وأيضا التعاملات الربوية، حتى المفروض الواحد يطلع عن يعني هذه الإشكاليات ويعيش حياته بشكل يعني سهل وبسيط جدا. لذلك يعني مع الشريعة. مثل هذه الدورات نفس ما قلتي رشا المتماشية مع الشريعة تفيد خصوصا الشباب والمقبلين على يعني فترة الزواج صحيح. والعمل وأيضا الدخول في يعني عالم التجارة. نعم، يعني أهمية نشر الوعي الديني من خلال إقامة مثل هذه يعني الدورات لهذه الفئة العمرية المهمة جدا، فأكيد يعني هذا مجهود
ممتاز جدا، وايضا اكيد يعني تشكر المؤسسات القائمه على هذا الموضوع، موضوع المعاملات الربويه. بس اللي حابه اني اقوله واذكر انه مو بس يتعلق بالبنوك، ممكن انه يدخل في جوانب من حياتنا من دون ما نحن يعني نحس او نشعر ان هناك ربا في هذه المساله. فمثل اكيد هذه الدورات راح تعطي شرح وافي لكل الملتحقين فيها. ننتقل مشاهدينا لخبر اخر، وهذا الخبر بعنوان الهويه تعالج خللا فنيا طرأ على نظام الاستمارة الإلكترونية وتعلن تعليق احتساب رسوم التأخير لمدة 5 أيام. أعلنت هيئة الإمارات للهوية عن حدوث خلل فني في نظام الاستمارة الإلكترونية الخاص ببطاقة الهوية طوال يوم قبل أمس، ما أدى إلى تعذر إنجاز معاملات استخراج بطاقة الهوية عن طريق الموقع الإلكتروني للهيئة. وعبرت مكاتب الطباعة المعتمدة من جانبها على مستوى الدولة، وذكرت الهيئة أنها تحركت بشكل مباشر فور اكتشاف الخلل في نظام الاستمارة الإلكترونية، مشيرة إلى أنها تتوقع عودة الخدمة للعمل بشكل طبيعي اليوم. وأعربت هيئة الإمارات للهوية عن اعتذارها لمتعامليها الذين تأثروا نتيجة الخلل الذي طرأ على نظام الاستمارة الإلكترونية، لافتة إلى أنها اتخذت إجراءات فورية لضمان حقوق المتعاملين المتضررين، وذلك من خلال عدم احتساب أي رسوم تأخير ستترتب خلال الفترة الممتدة من صباح الأحد الثالث من أغسطس الجاري ولغاية مساء الخميس السابع من أغسطس لعام 2014. ودعت الهيئة المتعاملين إلى التواصل معها عند الحاجة عبر قنوات الاتصال الخاصة بها، سواء عبر رقم هاتف مركز الاتصال الذي يعمل على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، أو من خلال صفحات التواصل الاجتماعي على موقعي الفيسبوك وتويتر، أو عن طريق خدمة المحادثة الفورية، فضلا عن مراكز خدمة المتعاملين المنتشرة في مختلف إمارات الدولة. أيضا مشاهدينا الكرام، ننتقل لخبر آخر بعنوان اكتمال استعدادات لمشاركة منتخب الإمارات للمعاقين في بطولة الألعاب العالمية للشباب في لندن. نجحت بعثة منتخب الإمارات لرياضة المعاقين للشباب في اجتياز تصنيف لاعبيها المشاركين في بطولة الألعاب العالمية للشباب لذوي الإعاقة الحركية والبتر 10 والمقامة في لندن من 1 وحتى 8 من أغسطس الجاري. وتنطلق المنافسات صباح اليوم في مختلف الرياضات، ويتابع منتخب الإمارات الاستعدادات لخوض المنافسات. وقال المنسق الفني للبعثة والسكرتير الفني ورئيس حكام ألعاب القوى في الاتحاد الدولي طارق الصويعي أن التصنيف الطبي يعتبر مفصلا رئيسيا في رياضة المعاقين، ويتم من خلاله تحديد الفئات الطبية لكل رياضي معاق، بحيث يتم فحصهم من قبل لجنة طبية مختصة دولية مكونة من أطباء ومعالجين طبيين، وتصنيفهم لوضع كل لاعب ضمن فئة طبية لضمان تكافؤ الفرص في كل منافسة، بحيث يتنافس اللاعبون مع أقرانهم بنفس مستوى الإعاقة وبنفس القدرات. وأكد أن منتخب الإمارات للمعاقين لديه عدد كبير من اللاعبين المشاركين في المنافسة حاصلين على تصنيف دولي معتمد بفضل البطولات الدولية التي تقيمها الأندية الإماراتية على أرض الإمارات والتي ساعدت على تصنيفهم. إذن يعني نفس ما ذكرنا في الخبر مشاهدينا الكرام، اكتمال استعدادات لمشاركة منتخب الإمارات للمعاقين في بطولة الألعاب العالمية للشباب في لندن. كثيرة هي المواضيع يعني اللي تطرق لها الخبر، يعني أهمية هذه الدورة، خصوصا أن دولة الإمارات العربية المتحدة يعني لديها العديد من الأندية الخاصة بهذه الفئة والبطولات يعني الكثيرة التي تكون في الدولة. هذه نقطة. النقطة الأخرى يعني أن هذه البطولات أيضا ساعدت يعني على تصنيف يعني هؤلاء الشباب. نفس ما نعرف أن يعني بطولة المعاقين دائما تخضع لكثير من الأمور، منها عملية الفحص وأيضا التأكد من إصابة هذا الشخص أو من عملية أو تصنيفه من حيث يعني الفئة اللي ممكن يشارك فيها في فئة المعاقين. وكثير من يعني الحالات التي تم يعني اكتشافها في بطولات عالمية من خلال أن هذا يعني المعاق في هذه الفئة وكانت إعاقته لا تتناسب مع الفئة، من خلال بعض يعني عوامل ممكن نقول الغش أو التلاعب التي تحدث. صحيح. لذلك دولة الإمارات العربية المتحدة بعيدة عن هذه الأمور، من خلال نفس ما ذكرنا في الخبر يعني التصنيف العالمي اللي وصلوا للاعبين والمشاركات، وأيضا يعني الكوادر الطبية والفنية اللي موجودة في دولة الإمارات، بالإضافة لذلك إلى عدد الأبطال يعني اللي تزخر فيهم دولة الإمارات العربية.
العربية المتحدة. نعم أكيد، يعني هم الآن يمثلون دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال هذه المشاركة، نتمنى لهم كل التوفيق وإن شاء الله يا رب يرجعون مثل ما دائما هم معودينا بالحصول على يعني الميداليات والجوائز المختلفة. ننتقل مشاهدينا لخبر آخر، وهذا الخبر بعنوان إعادة تدوير الإطارات في الشارقة هو الأول من نوعه على مستوى الشرق الأوسط. قدمت شركة بيئة المتخصصة في مجال تقديم الحلول البيئية وإدارة النفايات مجموعة متنوعة من منتجات المطاط التي قامت بإعادة تدويرها وإنتاجها بالكامل في الإمارات العربية المتحدة، ويجري إنتاج هذه المواد المستدامة في مرفق بيئة لإعادة تدوير الإطارات اعتمادا على أرقى المعايير التقنية المتعارف عليها عالميا، حيث يعد هذا المرفق الأول من نوعه على مستوى المنطقة، ويتبع عملية تبريد صديقة للبيئة لإعادة تدوير حوالي 3 ملايين إطار مستخدم سنويا وتحويلها إلى حبيبات مطاطية أو بلاط مطاطية تناسب مختلف الاحتياجات في مجال الأرضيات المطاطية. ويجري استخدام هذه المواد المطاطية المستدامة المستخلصة من الإطارات في العديد من المدارس والحدائق والمرافق الرياضية والبلديات ونوادي الفروسية في جميع أنحاء إمارة الشارقة، وتساهم بيئة من خلال إعادة تدوير ملايين الكيلوغرامات من الإطارات المستخدمة سنويا في توفير الملايين من الدراهم في تكاليف المواد الخام وتحويلها دون إرسال هذه الإطارات إلى مكبات النفايات. جميل خبر. إذن نعم خبر جميل، يتحدث مشاهدينا عن موضوع تدوير الإطارات أو بشكل عام يعني تدوير النفايات أو المخلفات. اليوم نتحدث في هذا الخبر عن موضوع تدوير الإطارات في إمارة صحيح. الشرقة يعتبر مشاهدينا هو الأول من نوعه على مستوى العالم أو عفوا على مستوى الشرق الأوسط، نطمح بأن يكون في يوم من الأيام هو الأول على مستوى العالم، لكن أن تأخذ يعني إمارة الشرقة مثل هذه المبادرة هي بحد ذاتها أكيد إنجاز كبير. كلنا نعرف يعني موضوع المخلفات اللي سواء كانت بلاستيكية صحيح. أو من المطاط أو الورق وغيرها، يعني في مخلفات تحتاج سنوات طويلة وعديدة ومئات السنوات حتى أنها تتحلل من أشهرها البلاستيك والمطاط، فبالتالي يعني إيجاد مثل هذا الحل وإعادة التدوير واستخدام هذه اللي نقدر نسميها المخلفات كانت في فترة معينة استخدامها مرة أخرى بشكل يعني إيجابي مثل ما ذكر في الخبر، يعني هذه ملايين الكيلوغرامات من الإطارات تم استخدامها في المدارس وأيضا عدد من المرافق الأخرى. أكيد أيضا الاستخدامات تعددت مشاهدين الكرام، يعني الآن كل ملاعب الترتان أو الملاعب ملاعب كرة القدم الاصطناعية يستخدم فيها مثل هذه الإطارات، واللي يعني يلعب كرة القدم دائما يعني يشوف مثل يعني هذه الإطارات اللي تكون الأرضية أو تكون برادة الإطار نفسه تكون عملية طحنها وأيضا رميها في مثل هذه يعني الملاعب حتى تخفف عملية الاصطدام والاحتكاك صحيح. الخاصة باللاعب. بالإضافة لذلك نفس ما ذكرتي في الخبر يعني استخدامها للأرضيات من خلال أرضيات المطاطية، وأيضا يعني إمارة الشرق رائدة في مثل هذا الموضوع. الموضوع الآخر عملية التخلص من الإطارات اللي تكلمت عنها رشا مشاهدينا الكرام، طبعا الإطارات من يعني أكثر الأمور المسببة للتلوث خصوصا في عالمنا واستخدامها بكثرة. يمكن اليوم نحن نغير إطارات السيارات فقط أن تدفع والريال نفسه يغير وأنت ما تعرف أصلا وين يروح الإطار. الدولة تتكفل في مثل هذه الأمور. أيضا مشكلة كبيرة عملية التخلص فيها والأعداد الهائلة، كل واحد الآن عنده سيارة وسيارتين لذلك، والتغيير بشكل سنوي يعني أنت ممكن تغير 8 إطارات أو 4 في السنة بشكل كبير. النقطة الأخرى يعني عملية التخلص منها، الآن إذا حرق الإطار يلوث البيئة وإذا دفن أيضا يلوث يعني التربة، لذلك احتاروا حتى في عملية صحيح. التخلص منها، لذلك اتجهوا لمثل هذه الأمور. ونفس ما يعني كان يقول لنا محمد ثناء أن من أكثر الأشياء المسببة للتلوث هي الإطارات خصوصا إذا كان إذا حرق. نعم محمد، أيضا في مشكلات الأجهزة الإلكترونية أو الإلكترونيات صحيح. أيضا هذه مشكلة كبيرة تواجه المسؤولين فيما يخص يعني طريقة أو الطريقة المثلى للتخلص منها، يعني هي في النهاية نفايات في صعوبة جدا في موضوع التخلص منها، في بعض الأحيان يكون في دفن صحيح. يدفنونها، لكن أيضا هذه تأخذ سنوات عديدة للتحلل، في بعض الأحيان يدفنونها في سواء في يعني في التربة أو في البحر وغيرها. محمد ثناء كان يقول إن في بعض الأحيان كانوا يفكرون أنهم تخلصوا منها في
الفضاء صحيح يرسلونها للفضاء صحيح. يعني حتى نفاياتنا نوديها صحيح. لا وهذه معلومة صحيحة صحيح. محمد لأن أيضا عملية التخلص من الأقمار الصناعية لا تنزل إلى الأرض لأن أصلا عملية إنزالها تحتاج إلى تكاليف كبيرة لذلك يتم رميها في الفضاء في منطقة خاصة لعملية لرمي النفايات وتكون معزولة والله يعني يبعد الجميع عن مثل هذه لأن عملية السقوط يعني عملية مدمرة لكن يعني الفضائيين بيزعلون لا ما بيزعلون محمد ما حيتابع ما يتابع يعني نحن وراهم وراهم لا وبعد لوثنا طيب. لوثنا فضائهم الله يبعد عنا التلوث إن شاء الله مشاهدين الكرام في النهاية كل واحد مسؤول يعني عن كثير من الأشياء التي تساعد في عملية التلوث سواء المدخن سواء اللي يستخدم اللي يعمل في كثير من الأمور الخاصة بعملية التلوث منها عوادم السيارات وما ذلك أنا يعني أنا شفتك سويت لا مش انتي انا اقصد ولا اقصد فئه النساء لا بشكل عام يعني أوكي. طيب لا انت في النهايه بعيده عن التلوث كليا طيب طيب مشاهدينا الكرام ننتقل لفقره الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للارصاد الجويه والزلازل ان يكون الطقس اليوم غائم جزئيا على بعض المناطق وتظهر بعض السحب على المناطق الجبليه الشرقيه بعد الظهر قد تكون ركاميه والرياح خفيفه الى معتدله السرعه تنشط أحياناً غرباً وتزداد الرطوبة نسبية على أو في الصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية والداخلية وقد يتشكل بعض الضباب الخفيف والرياح الشمالية شرقية من 12 إلى 24 كيلومتر في الساعة خلال الصباح والليل تصبح شمالية غربية من 14 إلى 34 كيلومتر في الساعة بعد الظهر والمساء البحر خفيف إلى متوسط ويبلغ ارتفاعه من قدم إلى قدمين قرب الساحل ومن قدمين إلى 4 أقدام بالعمق ويبلغ أعلى مستوى للمد عند الساعة 6:22 مساء وأدنى مستوى للجزر عند الساعة 11:03 قبل الظهر هذا والله أعلم قلتيها طيب مشاهدينا الكرام كانت هذه حالة الطقس طبعا نحن ننتقل أيضا لزميلتنا عليا المنصور اليوم اللي متواجدة في ليش؟ لأن كل شيء عندك اليوم لا اليوم محمد مورطني معطيني الأخبار معطيني الطقس معطيني طيب مع يعني أهم شيء أن محمد طيب. أنت ما تكون زعلان محمد أنا بس مقدمة البرنامج باقي عندك كله عند رشا ما عندي مشكلة طيب لو بس تخليني أصبح على المشاهدين الكرام وأترك الحلقة لرجل لا طبعاً والله العظيم تستانس محمد البرنامج أصلاً من دونك مرطان طيب للعلم يعني زين أن رجل تحضر البرنامج إذا المشاهدين الكرام ننتقل لزميلتنا عليا المنصور المتواجدة اليوم في سوق الأقمشة في الشارجة يعطيها الصحة والعافية وصباح الخير يا عليا وأحلى صباح يا مرحبا فيكم محمد ورشا وأحلى صباح على كل من يتابع صباح الشارقة من سوق السور للأقمشة اليوم بنتعرف مع بعض على أسعار الأقمشة وآخر الموديلات الموجودة في أسواقنا في هذا اليوم نبدأها من هذه الجهة وبنشوف نتعرف على القطع الموجودة سلام عليكم ترى ويني هاي القطع الموجودة هاي يبي البنفسجي هي شو نوع القطعة هاي هذا شيفون هذا شيفون كم الوار؟ هذا وار يجي 45 درهم بالنسبة للوار أشوف القطعة اللي فوق هاي هاي موديلات تراثية لكن مسوينها بطريقة شوي مدخلين فيها الدقات الجديدة هاي كم الوار؟ هذا وار 65 65 درهم الرتبة حق هذه القطعة أشوف هذه الملونة بعد هاي أيضا تعتبر من الموديلات التراثية والتقليدية تستخدم في المناسبات عادة نشوف هاي بعد شيفون صح؟ ايوه شيفون هذا كم سعره تقريبا؟ 60 65 وار بالنسبه لهذه القطعه. هني هاي اللي عندك هذا هالانواع الموجوده هني حرير ولا؟ حرير انزين حرير شو نوعه؟ حرير فصوص حرير بفصوص انزين شو عندك بعد موديلات حرير ويا فصوص؟ انزين خلينا نشوف مع بعض الموديلات الموجوده روني هذا البني تحت البني لا اللي تحت بعد هذا هي زين حرير فصوص انزين كم سعره تقريبا هذا يجي 220 الوار اربع وارات 220 درهم نشوف موديل ثاني من هاي القطعه تراويني اي موديل عندك بعد من حرير فصوص هذا بعد حرير الفصوص نشوفها مع بعض هني هذا بعد كم الوار سمسم هذا القطعه 220 بالنسبه أربع وارات 220 بالنسبة لي القطعة. إنزين القطعة اللي موجودة هني هاي شو اللي هني؟
قطن. قطن شو؟ قطن بولونسي. انزين تراويني شوية، تراويني هاي مثلا تشوفها مع بعض، وهاي كم الوار بعد؟ هذه 25، وار 25، وار 25 بالنسبة حق هذه قطعة. انزين اشوف هاي بعد، هاي نفس الشيء؟ هذا شو؟ هذا ايطالي. هذا ايطالي، كم الوار؟ هذا مو وار، هذا يجي قطعة 180. 180 اربع وارات، ثلاثة ونص بالنسبة حق هاي القطعة، وتجيب 180 درهم. نشوف مع بعض محل ثاني وشو عنده أنواع جديدة من الأقمشة. طبعا هذا الموسم موسم مناسبات وحفلات وأعراس، فبتكون التشكيلات والموديلات الموجودة تتناسب مع هذا الموسم، والمحلات طبعا تحاول تغطي أنواع مختلفة من الموديلات أو التشكيلات اللي تناسب المواسم، سواء كانت أعياد وحفلات أو حتى مناسبات خاصة. بنشوف هذا المحل شو عنده بما يتناسب مع مناسباتنا هذه الأيام. نشوف مع بعض هذا المحل ونبدأ من هذا الجانب في المحل. السلام عليكم. القطع اللي موجودة هني شو نوعها؟ هذا الكرف. هذا انزين، هاي تنفع حق تنورة، قميص، تنورة، قميص، أي شيء، جلابية، فستان. انشوف، أشوف تراويني هالقطعة، هالقمصان، هاي الموديلات عادة تسوى منها القمصان. كم الوار؟ هذا وار 20 درهم. الوار ب 20 درهم. زين، شو القطعة هاي؟ شو اسمها؟ هذا شيفون. تراويني قطعة ثانية بعد شيفون، شو عندك؟ أشوف هاي الأصفر مثلا. نفس الشيء بالنسبة حق هاي القطع شيفون. كم الوار؟ نفس السعر هذا. نفس الشيء الوار 20. القطع اللي هناك اللي ملونة وايد، هاي شو نوعها؟ شو هاي؟ شو استرجع نفس هذا القماش. تراويني أي شيء من هاي القطعة؟ شو اسم هالقماش؟ هذا استرج شوي مطاط، يعني مو وايد. ايوه يعني موديل كويتي. هذا موديل كويتي. كم الوار تقريبا؟ 30 درهم. 30 درهم بالنسبه حق هذا النوع من القطع. عندك اشياء حق الحفلات؟ شيء شوي في فصوص نشوف مع هاي بعد. نفس الشيء مطاطي كويت، نفس الشيء الوار ب 30. انزين نروح صوب الحفلات شويه. القطع الخاص عندك هني، شو اسم القطعة؟ قطعة جاكارد. جاكارد، اوكي. الحين دارج هذا يعني الحين. كم الوار تقريبا؟ هذا 45 درهم. 45 حق جلابيات ولا حق شو هذا؟ يعني متر، الحين متر. الحين بالمتر، انزين. شو عندك بعد؟ في الوان ثانية من هالقطعة؟ لا كل واحد يجي. كل لون واحد بس. انزين تراويني شو الأشكال اللي عندك؟ أشكال مختلفة بس لون الدارج هذا الموسم اللون البيج. كل الالوان هذا. تراويني هذا الذهبي ويا الاسود. هي هاي ايضا قطعه من القطع اللي تستخدم للمناسبات. طبعا فيها مثل ما تلاحظون تفاصيل وتطريز هني موجود في هذه القطع، يعني اللي يميزها طبعا شوي وزنها ثقيل. تفتح جاكارد. انزين فوزنها ثقيل شويه، فاللي يميزها التفاصيل الموجوده فيها. انزين وهاي اللي موجودين هني اللي فوق، هذا الموديلات حق العبايه صح؟ ايه. انزين نشوف شويه بعض الموديلات الخاصه بالعبايات ممكن نستخدمها. تراويني الوان ثانيه وبعدين بسال عن السعر. في الذهب، ذهبي، في فضي، وفي ذهبي عندنا. هاي كم سعرها تقريبا؟ هذا 25 درهم. 25 درهم بالنسبه للوار. القطع اللي موجوده هني شو نوعها؟ هذا الماني، قطن الماني. قطن الماني. انزين نشوف مع بعض القطن الالماني وشو عندك. تراويني طلع هاي القطعه. هاي بالنسبه للقطع قطن الالماني. كم سعر الوار هذا؟ هذا وار 30. 30 درهم. تراوينا موديلات ثانيه من القطن الالماني. كم الوار؟ نفس السعر هذا. انا بالنسبه حق القطن الالماني يستخدم حق الجلابيات او المخاور. نشوف مع بعض هني الموديلات الحفلات او الاعراس اللي تكلمنا عن ان هاي موسمها الحين. فنشوف مع الجديد هذا سبيشال، هذا موديل جديد. طبعا تشوفين في فتحات، وفي فتحات في هاي القطعه، طبعا تحتاج بطانه تحتها. انزين وكم سعرها هاي؟ الوار 90 درهم. الوار 90 عادي شوي توقف عشان يبين الموديل. شوف نشوف الموديل بهذه الطريقه.
في فتحات خاصة. نشوف آخر قطعة بالنسبة حق المناسبات، تراويني شو عندك؟ هاي الحفلات اللي هني؟ أزن راوني هاي القطعة بس. نشوف مع بعض آخر قطعة اللي هي هاي القطعة، نشوفها مع بعض. زين، هاي كم سعرها؟ هاي بوار 35. الوار ب35 بالنسبة للقطعة. طبعا كانت هذه جولتنا اليوم في سوق السور للأقمشة، تعرفنا على آخر الموديلات الموجودة وأسعارها. نرجع الحين مع بعض لاستديو صباح الشارقة، ولكم يا محمد ورشا. حياكم مشاهدي الكرام، ما زلنا مستمر معكم. شكرا للأستاذ سفيان اللي كان مع زميلتنا علي المنصوري في سوق الأقمشة، يعطيه الصحة والعافية على تنوع الأقمشة. هذه الفقرة من الفقرات المحببة لمحمد ثناء ولرشا. ليش يا رشا؟ ليش جاوب المشاهدين؟ قولي ليش يعني انتم محمد دائما تعلقون على كل قطعتك؟ ماشي، مو بس انا محمد، على فكرة كل الاستوديو يعلق. ليش شو السبب؟ حلو الألوان، ألوان تفتح النفس. والله كانت فيها الوان جميله وكنا طيب. نسولف يعني كنا نسولف مع استاذ، لولا اختلاف الاذواق لبارت السلع، يعني في النهايه الاذواق نور. وكل واحد وذوقه، والناس اللي يحبون الالوان وفي طيب محمد يقول في بعض الاقمشه قريبه لشوشه من نسيم. محمد وين انت وين؟ طيب استاذ، يعني المعلومه الجميله اللي قالها استاذ محمد الحمصي ان في بعض الاقمشه تكون عباره عن لوحه فنيه، تاخذ هذه الحقوق وايضا تحول الى اقماش، وهذا صحيح. يعني ناس ما شفنا في بعض يعني طيب. الاقمشه الجميله. وانا ليش البس لوحه فنيه؟ ليش ما طيب انت خذي وحده ورسميها في البيت، خذي قطعه قماش ومشي امورك. طيب مشاهدينا الكرام، في النهايه يعني مساله يعني انتقال اقمشه اذواق. في السابق كانت المراه اذا جتها هديه قطعه قماش فالدنيا طيب. عندها جميلة. اليوم أعتقد أن نفس ما شفنا عند رشا الموضوع مختلف جدا، يعني اختلفت الأذواق. الآن ممكن المرأة تروح خلاص تأخذ شيء جاهز، ما صح. تفكر في قماش ولا تفكر في تأخذ شيء مطرز مقطع بس على قياسها والأمور تمشي، صح ولا لا؟ لا طبعا، شو الكلام توش قلتي صح؟ ما أنا سمعت مقطع ما أعرف شو. لا يعني مقطع يعني مفصل. طب اوكي، خلينا المشاهدين نروح الحين لفاصل. نروح لفاصل، نتفاهم انا ومحمد خلال الفاصل على الموضوع المقطع وما اعرف شو. اوكي نشوف فاصل المشاهدين، وبعد الفاصل نكمل ونواصل فقرات برنامج صباح الشارقه، خليكم معنا. حياكم مشاهدينا الكرام. طبعا الانشوده او الاغنيه او المقطع الجميل اللي سمعناه قبل شوي، طبعا رشا من المحبين او المتيمين صح. في مثل هذه الاناشيد، خصوصا من تغنى باماره الشارقه. يعني شاهدنا الالقاء الجميل والكلمات المعبره، الصور الرائعه التي يعني تتفرد بها اماره الشارقه، بالاضافه الى ذلك يعني انتقاء اوقات التصوير نفس ما شفنا، يعني وقت الغروب ووقت الشروق في اماكن الأوقات. في اماكن متنوعه في اماره الشارقه. يعني اليوم الواحد اذا يبي يصور الشروق او الغروب يمكن ياخذ مكان واحد، تتعدد يعني فترات التصوير في ايام متعدده، لذلك تجد مثل هذه يعني اللقطات الجميله، لكن التركيبه كلها رائعه صراحه. طيب مشاهدينا، وصلنا معاكم الحين ل فقرة الأخبار الخفيفة والسريعة. رح نبدأ مع أول خبر من أخبارنا، وأول خبر طبعاً اليوم مع محمد. طيب شكراً يا محمد، اليوم كل شيء عندي. يلا يا حبيب انت على الخط. طيب المتفائلون لهم نفسي والحمد لله. طبعاً أفضل ما في الحياة أن الإنسان يكون متفائل، يعني كل شيء في الحياة مقدر، لذلك الإنسان اللي يؤمن بالقدر واللي يعني إيمانا قوي يكون دائما متفائل في أي طبعاً. يعني محطة من محطات حياته، لذلك هذا الخبر فقط للمتفائلين. طيب يقول الخبر، المتفائلون أقدر على كبح الشعور بالألم. أظهر علماء من جامعة ريدينغ البريطانية في اختبار حول تأثير الأفكار على شدة الشعور بالألم أن بإمكان المتفائلين كبح الشعور بالألم المفاجئ أكثر من غيرهم. وذكرت وكالات أنباء أنه شارك في الاختبار أشخاص كانوا خلال فترة زمنية طويلة يحاولون الحفاظ على مزاج إيجابي في خضم المشاكل الحياتية اليومية، واستخدم العلماء في الاختبار معدات مساعدة آمنة لكنها تساعد
تسبب ألما أو آلاما تشبه تلك الناتجة عن الحرق، وطلبوا من المشاركين بعد ذلك تقييم درجة الألم الذي شعروا به حسب مقياس من 10 درجات. وتوصل العلماء من نتائج الاختبار إلى أن المشاركين ذوي التفكير الإيجابي شعروا بآلام أقل بنسبة 60% من الآخرين. يشار إلى أن العلماء يفترضون أن هذه النتيجة قد تشمل الآلام الناتجة عن الصداع النصفي. طيب، إذن نفس ما ذكرنا مشاهدينا في الخبر، شو تقولي محمد؟ صحيح 100%. صحيح؟ صحيح، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام كان دائما يوصي بالتفاؤل، ومعروف يعني تفاؤلوا بالخير تجدوه. تفاؤلوا بالخير تجدوه، عملية التفاؤل مفروض موجودة في كل حياة كل شخص، سواء اليوم نفس ما قلنا في المرض وعملية الشفاء، أو حتى في حياتك بشكل عام. الإنسان المتفائل تجد دائما راضي، الإنسان المتفائل تجد دائما متواضع، الإنسان المتفائل تجد دائما مبتسم، وهذه الأمور يعني المفروض موجودة في كل مسلم يعني يعيش على هذه الأرض البسيطة. في النهاية لذلك يعني مسألة التفاؤل أعتقد أنها تكون يعني بشكل كبير وراثية، يعني اللي يتعود على التفاؤل في البيت دائما ينقل الصورة، بالإضافة لذلك اللي يكون ماشي في حياته بأمور صحيحة راح يكون متفائل دائما في حياته. نعم، يعني يمكن سر السعادة أن الشخص يكون متوكل دائما على رب العالمين. صحيح، فبالتالي بشكل يعني طبيعي راح يكون ايضا متفائل، او بشكل يعني اوتوماتيكي راح يتفائل، بما انه هو واثق 100% بان كل هذه الامور في يد الخالق عز وجل. اذا مشاهدينا تفائلوا، ما في اجمل من التفاؤل، انك تبدا يومك بابتسامه. وعلى فكره موضوع التفاؤل والابتسامه والسعاده يعدي، يعني اذا انت مثلا دخل يعني صدقتي. مثلا انت داخل على الاستوديو اليوم متفائل ومبتسم والابتسامه مرسومه على وجهك، بالتالي هذه الابتسامه وهذه الطاقه الايجابيه راح تنتقل لكل الموجودين. لكن اذا دخلت على مكان العمل وفي تشاؤم، في نوع من انواع النكد والزعل يعني والحزن، ايضا هذه الطاقة أيضا راح تنتقل للأشخاص اللي صحيح. معك في العمل. يعني أنت وصلتي لنقطة جميلة، دائما يقول لك المتشائم الناس تشرد منه، طبعا ما تحتك فيه ودائما تنفر منه، لأن الناس تنفر منه بالضبط. صحيح، عليك نور. فلا، وخاصة نحن الحين عندنا في الديكور الجديد، يعني في تفاؤل، في تفاؤل، في تفاؤل من وراء الألوان الجميلة هاي. طيب، ندخل أنا ما أحب السوالف، أنا أكون سلام، أنا ما أحب السوالف. أي أنا سوالف؟ أحس التفاؤل يعني نابع من إيمان الشخص، يعني أوكي، بس لحظة أنه ما تأثر، يعني إذا أنت داخل حجرة كلها سودة ما تأثر على نفسيتك؟ إذا كنت متفائل ما تأثر؟ لا طبعا تأثر، هذا علم محمد. طيب، يعني ألوان فيها تفاؤل؟ طبعا أكيد الألوان تأثر. طيب، شكرا للأستاذة رؤية، أعتقد رؤية اللي صممت الديكور واللي كانت موجودة معانا، وأيضا شكرا للأستاذ عصام أبو طارق السيد، الله يعطيه الصحة والعافية، دائما متواجد في الاستوديو. اليوم أيضا كانوا لمساتهم خلصت في الاستوديو ولا في شيء بعد محمد؟ صحيح. طيب، احنا اكيد ننتظر المفاجأة. طبعا اوكي، في مفاجأة هي تكون خلفي. طبعا هاي الصورة او هذا المنظر اللي ورانا هي عبارة عن صورة، وراء الصورة في مشروع كبير ان شاء الله راح يكون عبارة عن شو؟ عبارة عن شو محمد؟ نافورة. شو بعد؟ حديقة كبيرة ان شاء الله تكون. وان شاء الله فلما تخلص راح نشيل هالصورة وراح تشوفون معنا المنظر. طيب، المنظر النهائي يعني. للعلم هذا منظر نهائي مش صورة يا رشا، بعد. لا هذا الصورة. طيب. هذه صورة مشاهدينا. صورة تشوف الأوراق كيف تتحرك، اليوم ما في هو بس. والله يا حمد شككتني في أمري. طيب مشاهدينا، ننتقل لخبر آخر من أخبارنا السريعة والخفيفة والمنوعة، وأول خبر بعنوان ثاني خبر بعنوان من وراء محمد، أوراق صناعية لتوليد الأكسجين على الأرض وفي الفضاء. ليس من السهل مشاهدينا غرس غابة على سطح المريخ مثلا، إضافة إلى أن النباتات تنمو بصورة سيئة في ظروف انعدام الجاذبية. لذلك بدأ العلماء في البحث عن بديل صناعي لأوراق النباتات من أجل الحصول على الأكسجين الضروري لحياة الكائنات الحية دون استثناء. أول ورقة بيولوجية صناعية كبديل لأوراق النباتات الطبيعية عرضها جوليان، وهي مصنوعة من بروتينات الحرير مع طبقات من الكلوروفيل الطبيعية، وهي المسؤولة عن عملية التركيب الضوئي في النبات. تحتاج هذه الورقة إلى قليل من الضوء والماء لتبدأ بإنتاج الأكسجين. ويقول صاحب هذا الابتكار، أخذت طبقة من الكلوروفيل من الخلايا النباتية ووضعتها داخل القماش الحريري، وكانت فكرتي تكمن في استخدام عمل الطبيعة في ظروف البيئة السيئة التي سببها النشاط البشري.
أما البروتين فقد استخلصته من ألياف أو استخلصته من ألياف الحرير الطبيعي وحوله هذا العالم إلى بنية معقدة وضع فيها الكلوروفيل. ويقول جوليان أنه يمكن استخدام اختراع في مجالات مختلفة من عناصر ديكور تحسن الجو في الغرف والقاعات حتى إلى المركبات الفضائية لتوليد الأكسجين، وقد يكون هذا الابتكار مفيد في تكنولوجيا التهوية. جميل جدا. يعني أنا من يمكن أكثر الأشخاص صراحة اللي أكره الورود الاصطناعية، ما أحبها، ويعني ما أحب أشوفها لا في البيت ولا في مكتب ولا في أي مكان. حلو. أحس إنها ما لها معنى حتى لو كانت يعني تبين إنها طبيعية. صحيح. إذا مو يعني إذا مو طبيعية فما في داعي إن إحنا نحطها. لكن الطبيعي محتاج اهتمام. يعني محتاج هذه اهتمام. أوكي، ياتي بطبيعي ما تجيب يعني النيب طبيعي وخليه في البيت يعني يموت، هذه مشكلة. شوف الورد الطبيعي اللي عندنا شحالاته. جميل جميل، حتى ما يذبل ولا يموت الحمد لله. بالضبط نفس المصدر الطبيعي اللي ورانا. لا طيب. بس أنا يعني أنا فعلا من الأشخاص اللي ما يعني ما أحب الورود البلاستيكية في البيت. لكن صحيح. هذا الاختراع مختلف نوعا ما. بإمكانك إذا يعني تحط هذه الورقة الاصطناعية، لكن في هدف من وراها، على الأقل أنها تولد أكسجين وتعطي نوع من أنواع التهوية الجيدة. صحيح. في المحيط اللي هي موجودة فيه، سواء كانت في البيت أو في المكاتب وغيرها. صحيح. يعني في النهاية عملية الاهتمام بالورود أو الزراعة بشكل عام هي ثقافة. صحيح. إذا الإنسان حبها ممكن يمشي فيها وأيضا نقطة أخرى عملية الأجر، في أشخاص كانوا يأخذون مثل هذه الأمور فقط ليكسبوا الأجر، عملية يعني سقي مثل يعني هذه الأزهار، أيضا تغيير الجو الأكسجين أو الأكسجين الموجود في الغرف أو المكاتب المغلقة. صح. دائما قضاء الوقت مع الزهرة في بعض الأحيان أيضا جميل طبعاً جدا. يعني طبعا أصلا النباتات يعني إذا تكلمهم يسمعون ويتجاوبون معك بطريقة أو بأخرى، أكيد حلو. ما راح يردون يعني إذا لو ردت النبتة عليك يكون الموضوع شوي يخوف. حلو. مش في أعتقد المشكلة مش في النبتة، في اللي يكلمها. لا طبعا، بس هذا علم يعني أتذكر. طيب. آخر رسوم متحركة شفتي شو محمد على فكرة أتكلم جد. الشيخ الأخضر إذا تعرف الشيخ عبد العزيز النعيمي كان ضيفي في حلقة من الحلقات برنامج ثاني مو صباح الشرجة. حلو. فكان يكلمني لأن أنا عندي الوالدة تهتم بالأشجار بشكل فظيع وبالنباتات وتحب النباتات ويعني مغرمة بهالموضوع، فكلمني قال لي إن في سنة من السنوات النخل ما كان إنتاجه مثل كل سنة. حلو. كان يعني في رجل عنده مزرعة نخل، فبالتالي اتكلم مع النخل وكلمهم وقال لهم يعني مجموعة من الكلمات التشجيعية، شاف إن السنة اللي بعدها كان الإنتاج أكثر. جميل. من السنوات اللي قبلها. حلو. فبالتالي هذا الموضوع مثبت علميا، وعملية يعني في النهاية هي نباتات وكلها يعني مثل ما يقولون تسبح ويعني. صحيح. نبات يعني كلها حيوانات أو كلها كل مخلوقات. كل مخلوقات. شكرا شكرا أستاذ. أو الكائنات. نعم يعني كلها في النهاية كائنات، فبالتالي ما تستهزئ في الموضوع. لا لا والله ما استهزئ بالعكس، لكن ممكن المشاهد شوي يستغرب عملية الحديث يعني مع الأزهار، ممكن الفاهم في مثل هذا الموضوع يعني الموضوع عنده يمر بسهولة وعادي، الأمور واضحة، لكن الإنسان مش متعمق ممكن في مثل هذه الأمور راح يتورط، كيف ممكن أكلم زهرة وشو تقول هذه المذيعة وأنت وضحتيها. أنت إذا أنت كلمت الزهرة ما في داعي يكون في ناس. ما في داعي إنك تاخذ إجابة. طيب إذن مشاهدين الكرام أيضا ننتقل لخبر آخر خصوصا لمن يحب الآيس كريم. يقول الخبر ابتكار آيس كريم يغير لونه بمجرد تناوله. يقول الخبر مشاهدين الكرام ابتكر عالم الفيزياء الإسباني والخبير في صناعة الآيس كريم مانويل لينارس نوعا جديدا منه يغير لونه بمجرد تناوله. وذكرت وسائل الإعلام أنه بالرغم من أن لينارس لا يريد الإفصاح عن أي تفاصيل حول سر الاختراع الذي يمثل رسالة الماجستير الخاصة به، يقول إن مكونات الآيس كريم الجديدة طبيعية، وأطلق على اختراع اسم خام ليون. وأوضح لينارس أن السر في تغيير الآيس كريم لونه يرجع إلى أسباب كيميائية، من الممكن أن يغير أي طعام لونه اعتمادا على درجة الحرارة ونسبة الأكسدة. وأفاد الذين تذوقوا الآيس كريم الجديد أنه يشبه خليطا من الفواكه الطبيعية. يعمل لينارس حاليا على تطوير نوعين آخرين من الآيس كريم، أحدهما يتفاعل مع الأضواء فوق البنفسجية في الأندية الليلية ويغير لونه، والآخر يغير لونه في من الأبيض تماما إلى الوردي تماما من تلقاء نفسه. طيب إذا كانت تركيبة الآيس كريم نفسها ونفس الطعم ما في مشكلة،
لكن المشكلة إذا كانت التركيبة وتغيير اللون ممكن تغير المذاق، يعني أعتقد هني في مشكلة. النقطة الأخرى ممكن يكون محبب للأطفال الآن، عملية الأيس كريم كل واحد تعود على شيء. يعني الآن أنا أتذكر شو كنت، والله يمكن تقرا الخبر، الايس كريم الطيبين اللي كان بالتوت هذا الاحمر كان ولا احلى، واللي كان نفس كان يسمونه اللي في صوره غوار الطوشي اللي كان في قبعه سوداء وكان الباقي حليب، يعني من ضمن الايس كريم الجميل اللي كنا ناكله. الان عمليه الابتكارات قد يكون فيها ترويج وقد يكون فيها يعني عمليه جديده، خصوصا فيما يخص التركيبات والتفاعل يعني مع هذه البكتيريا، بالاضافه لذلك ممكن يكون يعني مكسب كبير لهذا الشخص. ننتقل مشاهدينا لخبر آخر، وهذا الخبر بعنوان تطبيق ذكي جديد يساعد المراهقين على التعامل مع القلق. أفكر بالآيس كريم أنا. وفقا للمعهد الوطني للصحة العقلية، يتأثر 1 من كل 8 مراهقين باضطراب القلق، ولكن الخبر الجيد هو أن المساعدة متاحة من خلال الأدوية والعلاجات، والآن من خلال تطبيق ذكي جديد تم تطويره بالتعاون بين منظمتان غير ربحيتان تركزان على الصحة في كندا. ويتضمن التطبيق المجاني الذي يحمل اسم مايند شيفت مقالات واستبيانات ونظام تتبع للأعراض، والهدف الأساسي هو تعليم المراهقين مجموعة متنوعة من الطرق الإيجابية لمكافحة مخاوفهم اليومية وحالات الذعر والصراع والقلق. ويمكن للمراهق إدخال الأعراض التي يشتكي منها، وسوف يقوم التطبيق بإنشاء خطة لمساعدته على الحد من الإجهاد، وأيضا يعمل التطبيق كمدرب شخصي يساعد المراهق على مواجهة المواقف الصعبة حتى يتمكن من اتخاذ القرارات الهامة ومواجهة القلق بدلا من تجنبه أو حتى إهماله. ويرشدك التطبيق أيضا على تحديد مستوى شعورك بالقلق، بالإضافة إلى قائمة من الأعراض الحيوية الأخرى مثل دقات القلب وضيق الصدر وآلام المعدة والصداع والمؤشرات الشائعة الأخرى للقلق. ويقدم هذا التطبيق خطوات مناسبة من الاسترخاء البسيط إلى طرق أكثر فائدة من التفكير، مع تحديد الإجراءات الفعالة التي يمكن للمراهق اتباعها، فضلا عن توفير الأدوات المحددة التي تساعد الناس على التعامل مع القلق الاجتماعي والقلق من الأداء والكمال والقلق والذعر والصراع. طيب إذن مشاهدينا، هذا الخبر يتحدث عن تطبيق، هذا تطبيق اسمه مايند شيفت او مايند شيفت مشاهدينا، يعني يساعد الاشخاص اللي عندهم خلينا نقول مجموعه من الضغوطات النفسيه، قد تكون قلق او ارق او صراعات داخليه وغيرها، من خلال مجموعه من المقالات والاستبيانات وخطوات عمليه بسيطه قد يعني تحسب من حالتهم. لكن احنا دائما نعيد ونكرر ان اي شخص سواء كان يعاني من مشكله جسديه او حتى نفسيه دائما يفضل استشاره الطبيب، خاصه في المراحل الاولى لتلافي يعني اي تطورات مستقبليه. صحيح، او اللجوء بعض العادات الصحيحة، يعني اللجوء إلى الصلاة في كثير من الأحيان طبعاً يريح الإنسان. صحيح، يعني الحديث مع رب العالمين خصوصا في عملية السجود، وأيضا يعني التفاعل مع القرآن من خلال الخشوع، وأيضا سماعه أو قراءته، يعني هذه من الأمور اللي تريح الإنسان بشكل كبير. بالإضافة لذلك عملية الاستشارة مفروض تكون موجودة الآن، يعني الدكتور النفسي أو الدكتور اللي يشخص هذه الحالات المفروض موجود في مجتمعاتنا. مش معناته أنك أنت مريض، لا، عندك ممكن أمور أو ضغوطات في الحياة ممكن يفصلها ويشرحها لك بطريقة سهلة ويقول لك كيف ممكن تتصرف. طيب تويتر يا محمد، طيب نروح لتويتر اليوم. أنا هذه الصفحة يعني حضرتها من أمس، لصفحة الأخوة في ثقافة بلا حدود، يعني الجميل فيهم تفاعلهم الجميل مع المجتمع من خلال بعض التغريدات اللي دائما ينزلونها واللي تكون بشكل مباشر وتفاعلي جميل. طيب أول تغريدة راح نمشي فيها اللي هي الحملة الجميلة اللي عند الأخوة في ثقافة بلا حدود، وهي شاركونا في حملة صيفي مع كتابي بصور كتبكم في شتى أنحاء العالم، وإن ما تسافر عندك الهاشتاج تحت، فقط تأخذ الصورة تصور كتابك وتنزله، وهذه دعوة للقراءة ودعوة للتسجيل للقراءة. العالم الغربي دائما في السفر في الترحال تجد يعني كل شخص معه كتابه، وحتى مجلدات، والله العظيم نفس ما شفت في الأردن شخص كان عنده مجلد كامل يقرا في 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 يعني وقت الفجر، فعندهم الامور طبيعيه، هي فقط عمليه ثقافه، واعتقد ثقافه بلا حدود ممكن يعيدون مثل هذه الافكار. طيب ايضا تغريده اخرى تقول تخيل ان هنالك قفلا على ابواب قلب شخص، أو قفل على باب قلب شخص يتطلب شفرة معينة لفتحه، عندما يتم إيجاد هذه الشفرة
يحدث التواصل الناجح، أن هذه الشفرة هي الابتسامة، ودائما الابتسامة مفتاح لكل قلب ولكل يعني شيء. أيضا يقول لك من خلال هذه التغريدة: لا تحتقر نجاحاتك الصغيرة التي تأتي مصادفة، ودائما الصدفة يعني ممكن تكون خطوة أيضا للنجاح، لذلك الإنسان ممكن ما يحتقرها بشكل كبير. أيضا تقول هذه التغريدة: إنني لا أيأس، فإن أي محاولة فاشلة لا أعيرها بالا، بل أعتبرها خطوة أخرى للأمام. ودائما عملية يعني الفشل في المحاولة هي خطوة صحيحة للنجاح. وإديسون كان يعني اللي عنده كان 99 أعتقد أو 999 محاولة ناجحة، في النهاية يعني المحاولة الألف أو المئة ما أعرف الرقم، ما أذكر الرقم، كانت هي النجاح، صح ولا لا يا رشا؟ طيب أيضا هذه التغريدة جميلة جدا، تقول: إن عمرك بأعمالك، فكيف تريد أن تعيش؟ جميل، وصحيح جدا. يعني العمر، يعني عمر كل إنسان طبيعي، توصل مرحلة الهرم والكبر، هذا طبيعي لكل إنسان، ولكن مش كم عشت، ولا المقصود هو كم قدمت لحياتك، إنجازاتك يعني، وكم قدمت من الإنجازات. طيب محمد يعني أبوه الله يرحمه كان يقول له دائما: أنت راح تموت، لكن سمعتك راح تموت بعدك. وهذه من يعني النصائح الجميلة اللي ممكن تقدم أي إنسان. دائما عمرك مرتبط بأعمالك، عمرك مرتبط بشخصيتك، بإنجازاتك. يعني بالأمس كنا نتحدث عن امرأة يعني أطفالها الآن كلهم وصلوا إلى مرحلة الدكتوراه، يعني شوف هذا إنجاز لهذه المرأة وما قدمتها. طبعا خير استثمار أن الشخص يستثمر في أطفاله، في أولاده. طيب أيضا آخر تغريدة محمد، أساس ما نطول اليوم على المشاهدين، يقولك: لا تطلب عملا من الفارغ، بل ابحث عن المشغول ليخدمك. ودائما يقال أن المشغول لا يشغل، المشغول دائما مخه يكون في عملية تفكير، في نفس الدورة الدموية. إذا كان الإنسان دورة الدموية شغالة ويتمرن وأموره طيبة، شوفه دائما نشيط ومجتهد في حياته. ونفس الشيء المشغول، لكن شغل عن شغل يفرق. يعني طبعا. في إنسان مشغول في شغل يعني فقط لعملية الرزق، في 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 أشياء تافهة، في إنسان ممكن يعمل ساعة أو ساعتين في اليوم لكن مخه يكون مشغول طول اليوم، لذلك تجده من الأشخاص الناجحين في حياتهم. روح لفاصل ولا حدث في مثل هذا اليوم. طيب مشاهدينا الكرام، فقرة حدث في مثل هذا اليوم، لهذا اليوم، في مثل هذا اليوم من العام 810 ولادة الإمام محمد بن إسماعيل البخاري أحد أئمة الحديث. وفي مثل هذا اليوم من العام 1900 ولادة الملكة إليزابيث زوجة الملك جورج السادس ووالدة الملكة إليزابيث الثانية. وفي نفس اليوم من العام 1984 فولتا العليا تتخذ من بوركينا فاسو اسما جديدا للجمهورية. وفي نفس اليوم من العام 2007 إطلاق سفينة الفضاء فينيكس التابعة لناسا. ويصادف الرابع من أغسطس من العام 2010 إطلاق القمر الصناعي المصري نايلسات اللي هو كان رقمه 2201. مشاهدينا متواصلين معاكم في صباح الشارقة بفقرات العديدة والمنوعة، فاصل بعد الفاصل نواصل، خليكم معنا. حياكم الله مشاهدينا من جديد، مستمرين معكم في صباح الشارقة. مشاهدينا، يعاني الكثير منا من مشاكل الأرق وقلة النوم نتيجة تغير المواعيد خلال شهر رمضان وبعده، وقد يستطيع البعض التغلب على هذه المشكلة بسرعة كبيرة، أما البعض الآخر فيأخذ وقت طويل للتخلص من الأرق وتنظيم مواعيد النوم. حتى نتعرف أكثر حول هذا الموضوع، كيفية التخلص من مشاكل النوم بعد شهر رمضان المبارك، شرفنا في الاستوديو الدكتور محمد الحوقاني استشاري أمراض تنفسية وطب النوم، صحيح؟ صحيح، حياكم الله. أنا عيبني الاسم طب النوم. طب النوم نعم، هذا طب حديث. يعطيك ألف عافية يا دكتور. طيب. يعني محمد من أول الحلقة كان عنده شوي ما أعرف، حسيته كان فكر قاعد محمد نوم ولا أرق؟
لا نوم 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 بسبب الأرق. فينا نوم بسبب الأرق، انت جبتيها صح. طيب اوكي يعني انا هذا السؤال اللي راح نوجهه للدكتور. يعني محمد كان يتكلم امس واليوم حتى كنا نتكلم في نفس الموضوع عن المشكله اللي يعاني منها عدد كبير من الاشخاص خاصه بعد فتره الشهر الفضيل. نعم. وهي يعني تاقلم الجسم من اول جديد على الـ 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 على نظام النوم القديم. الحين يعني صار في شوي لخبطه من بعد رمضان. صحيح. هذا اثر في الموضوع. صحيح، هذا نسميه اضطرابات الساعه البيولوجيه. حلو. طبيعه الانسان، خلق الله في الانسان الساعه البيولوجيه وتتحكم بها الغده الصنوبريه وتفرز هرمون النوم او ما يسمى بهرمون الميلاتونين. طبيعه الانسان ينام في الليل وفي الصباح يقوم لاعماله. صحيح. وجعلنا الليل لباسه وجعلنا النهار معاشه. فهذه الساعة بطبيعة الحال تمشي مع طبيعة وسلوكيات الإنسان. سلوكيات الإنسان ما قبل رمضان، الإنسان ينام في الليل ويقوم الصباح إذا كان طالب للدراسة، وإذا كان عامل يذهب لعمله. في رمضان جميع المجتمع يحدث عنده هذا الاضطراب، لأنه صحيح. تبدأ الأمور كلها تحدث بعد الافطار. صحيح. من امور اجتماعيه، من الاكل، المولات صارت تفتح لي بعد منتصف الليل. صحيح. البرامج التلفزيونيه، حتى الاعمال صارت تفتح متاخر، حتى العباده يعني والعباده. فبدا الانسان في بدايه رمضان يتاخر في وقت نومه. صحيح. وكذلك في وقت الاستيقاظ. جميل. مع التاخر هذا تتاقلم الساعه البيولوجيه على نهايه الشهر مع طبيعه وسلوكيات الانسان في رمضان. جميل. ينتهي شهر رمضان الفضيل ويبدأ الإنسان في بداية يومه مرة ثانية، لابد أن يكون الساعة 7 صباحاً في الاستوديو. صح، في الاستوديو. والأيام اللي كانت قبلها كان ينام متأخر ويقوم متأخر. صحيح. هذه أنا أشبهها بإنسان ركب الطيارة وسافر عبر المحيط الأطلسي إلى الولايات المتحدة، وصل عندهم الوقت ليل وهني نهار. هل تتوقعون أنه بينام؟ لا لا، لا. ويحتاج أسبوع إلى أسبوعين لما يتعود. فالساعة البيولوجية على مدى شهر رمضان الفضيل تغيرت مع مع تغير عادات الإنسان للنوم. وفجأة في شهر شوال في بداية الأيام الدوام الرسمي صعب تتغير وترجع للنظام الطبيعي. صحيح. يعني أنت وصلنا لنتيجة مهمة الآن. اللي يسافر دائما مثل المضيفة أو المضيفة أو الطيار. نعم. عند الساعة البيولوجية ضاربة طول السنة. أكيد أكيد، ولكنهم تعلموا كيف يتكيفوا معها. سبحان الله. إيه. حلو. الجسم يتكيف. فالإنسان يتكيف بطريقة، مثال بعض الناس يعملون على نظام الشفتات أو ما تسمى بالورديات. فتعودوا أنه خلاص في النهار يردوا البيت ينامون. طيب. ويبتعدوا عن أشعة الشمس. جميل. طيب. الآن خلصنا رمضان ولا زلنا نعاني من هذا الأرق، وكثير يعني من اللي يتابعنا. نعم. سواء كان معنا في الاستوديو حتى من خلال شاشة التلفاز. شو الخطوات اللي المفروض يتبعها أساس أن الساعة البيولوجية ترجع على طبيعتها وعلى فطرة الإنسان اللي خلقها عليه رب العالمين؟ نعم. طبعا في البداية لابد من تنظيم وقت. الناس تتوقع أني بقول وقت النوم. أه. لكن الصحيح هو وقت الاستيقاظ. حلو. لأن الأول كانوا يقولون نم مبكرا واستيقظ مبكر. أنا أقول استيقظ مبكرا لكي تنام مبكرا. فأهم شيء هو تحديد وقت الاستيقاظ. فيبدأ الإنسان بتحديد وقت الاستيقاظ على سبيل المثال، يبدأ ويفضل من قبل رمضان. يعني أنتم عارفين أن العيد جاي، فنقول حق العيال بنقومكم من الصبح على أساس تتعودون لليوم الثاني، بتصبحوا العيد وتقومون الصباح. نفس الطريقة، فإذا أولا نحدد ساعة الاستيقاظ ونثبتها على طول أيام الأسبوع. جميل. ما ممكن أن نقول والله أيام الدوام نقوم الساعة 6 و7 ونهاية الأسبوع نقوم الساعة 10. طيب. الساعة البيولوجية ما سهل ترتيبها وتضبيطها. طيب أستاذي، أنا وقدت المنبه وحطيته مثلا على الساعة 6 مثلا يوميا. نعم. لكن نومي متأخر، يعني هذه مشكلة. ما عليه، أحيانا نومك متأخر وبتنام متأخر لكن بتقوم، وأنا قلت لك يا محمد أنت تقوم الساعة 6، يمكن نمت 3 ساعات. رقم 2 تتعرض لأشعة الشمس لمدة ساعة. تكلمت أنا على مادة الميلاتونين. مادة. نعم. الميلاتونين تزداد في الليل مع الظلام. حلو. وتخف في النهار مع أشعة الشمس. حلو. تتعرض لأشعة الشمس مدة ساعة. رقم 2 يمنع النوم خلال النهار. حلو. معظم الناس يحاولون يعوضون نومهم في الليل بالنوم في النهار. صحيح. رقم 3 ابتعد عن المشروبات الغنية بالكافيين. أه. كولا، بيبسي، مشروبات الغازية، القهوة والشاي. حلو. منبهات والمنبهات. كذلك حاول تبتعد
قبل النوم بساعتين إلى ثلاث ساعات من أي شاشة، سواء كانت شاشة تلفزيون، شاشة كمبيوتر أو الآيباد أو الموبايل أو الموبايل، لأن هاي الشاشات تعمل مثل أشعة الشمس. تذهب إلى العين وتخفض مادة الميلاتونين، فيبدأ الإنسان يحس بالنعاس. يبدأ الإنسان بالانتعاش. العكس. بالعكس. صحيح. فإحنا لابد أن نبتعد من الشاشات خلال الليل. أوكي. أنا بس كنت حابة أسألك على موضوع ال. نسيتي. أوكي. بس لا، كان في نقطة بس راحت من بالي. طيب أوكي، أنت ذكرت أن الابتعاد عن المشروبات أو المنبهات مثل المشروبات الغازية، الشاي، ممكن حتى مشروبات الطاقة في بعض الأحيان. هل في مشروبات ممكن أنها تريح الأعصاب، تساعد على تهدئة الأعصاب والنوم؟ صحيح، نعم فيه. طبعا دائما أنصح قبل النوم أنت يهيئ الإنسان نفسه للنوم. هي نفس للنوم، تكون آخر وجبة ساعتين قبل النوم، ما يأكل وجبة ثقيلة قبل النوم. لا، لو صار بشوف أحلام صعبة جدا بالضبط. يعني الشيء الثاني، إذا حب يشرب شيء يهدي أعصابه، في شاي البابونج أو الكاموميليا، هذا ممكن يأخذه، أو يأخذ سوب دافي، أو يأكل موز، أو يشرب حليب دافي. حلو. طيب جميل أستاذي، يعني إذا استمرت هذه الحالة عند الشخص، يعني عملية الأرق وعملية أنه ممكن ما ينام ويسهر، ومسألة كأنها رمضان يعني. نعم. بعد شهر وشهرين بعضهم يلجأ للمنوم، أنه ممكن يأخذ منوم يقول لك بنام على طول أول ما أشربه، لكن قد يعاني عند الاستيقاظ، والبعض الآخر ممكن يلجأ للطبيب، شو النصيحة؟ في البداية أنا ضد استخدام المنومات بشكل عام. المنومات أمور كيماوية وتؤثر على طبيعة الإنسان. حلو. والأفضل هو التعديل السلوكي في حياة الإنسان. حلو. لابد أن يكون الإنسان عنده عزم على تغيير نمط حياته. أما ذا الإنسان، ومعظمهم اللي أشوفهم اللي ما يكون عنده ارتباط للدوام الصبح، يكون شخص متقاعد أو حرمة ياسة في البيت، وتقوم بشكل عام متأخر في الليل وتقوم في النهار متأخر. صعب انها تغير الا اذا كان عندها التزامات. طيب طبعا. نعم. اللي يعاني ايضا من الارق يعني في النوم، الان مش بنصايحك الارق. الارق اللي هو مثلا عمليه الاستيقاظ او اضطرابات النوم. النوم متقطع. النوم متقطع. نعم. اسف، يعني اليوم نوم متقطع، نام ساعه ونش، ساعتين ونش. أيوه. هذه ايضا ممكن تؤثر علينا. أكيد. يستيقظ من وقت. اكيد. اصلا واحد يقوم من النوم تعبان ولا كانه كان نايم. إيه، هذا موضوع ثاني. في بعض الناس النوم المتقطع. النوم المتقطع، أو أن الإنسان في بعض الناس إذا ناموا أخذوا كفايتهم من النوم وقاموا ويحسوا بالنعاس، فالموضوع الحين موضوع ثاني غير الساعة البيولوجية. قد يكون الإنسان هذا مصاب بظاهرة انقطاع التنفس أثناء النوم. هاي تحصل عند الناس لأسباب مختلفة، قد تكون السمنة أو خلقة مجرى الهواء التنفسي. أعراضها الإنسان ينام عنده شخير وعنده انقطاعات متكررة يقوم فيها في الليل وما يعرف السبب، لكن اللي نايم جنبه يحس أنه كان يشاخر وفجأة انقطع تنفسه. الانقطاعات المتكررة تمنع الإنسان من الوصول إلى النوم العميق. فعلى الرغم من عدد الساعات الكافية للنوم، قد تكون 8-10 ساعات نامها، الإنسان يقوم مصاب بالتعب والإرهاق ويحس بالنعاس أثناء النوم. هاي الحالات ننصح بعمل دراسة نوم كاملة، دراسة نوم نسميها sleep study، ندرس حالة الإنسان وهو نايم من حيث التنفس، الأكسجين، ومراحل النوم المختلفة. حلو. طيب أنا حابة أسألك عن عدد ساعات النوم المثالية، يعني المفروض أن إحنا ما نتعدى هذه الساعات أو حتى ما نقلل منها. ناس يقولون 8 ساعات، ناس يقولون 6 ساعات، عندك الخبر اليقين؟ بالنسبة لساعات النوم تختلف من شخص لآخر على حسب الأعمار. الأطفال نبدأ بالرضع ينامون 20 ساعة. حلو. وكل ما كبر السن كل ما قلت عدد الساعات اللي يحتاجها الإنسان. بالنسبة للبالغين أمثالنا نتكلم من 6 إلى 8 ساعات كفاية. طيب. يعني هي احنا نعرفه ان 8 ساعات، لكن ما حد ينام 8 ساعات الان. في. الان يعني مع ظروف الحياه اعتقد نحن 5 ساعات بس، 10 ساعات بس يمكن. هي 8 محصور، يعني انا بوصل لهذه النقطه، 8 فقط في وقت الليل ولا 8 من طول اليوم؟ زين. بالنسبه للنهار انا ضد النوم في النهار اكثر من 20 دقيقه، يتسمى بالقيلوله. قيلوله فقط 20 دقيقه. اي نوم فوق ال 20 دقيقه ياخذ من نوم الليل. فالنوم نسبة النوم العميق لكل إنسان محسوبة وثابتة، سواء أخذته في النهار أو أخذته في الليل، فتحاول أنت تحطها في الليل.
جميل. بالنسبة للساعات كلامك صحيح، 6 ساعات وما فوق أنا قلت كفاية. للأسف معظمنا في شعبنا شعب العربي غير عن باقي الشعوب العالم، ساعات نومه قليلة. صحيح. يحبون السهر وعلى حساب صحتهم وعلى حساب دوامهم في اليوم الثاني. جميل. طيب يعني وصلنا لختام الفقرة نفس ما قال محمد ثناء. طيب محمد، نحن يعني أو دكتور خلاص عطنا يعني أساس نختم الفقرة، عطنا نصائح للمشاهد اللي ما تابعنا ممكن من بداية الفقرة، شو يسوي في مثل هذه المرحلة خصوصا عملية تعديل الساعة البيولوجية، وكم المدة يعني على كم يوم المفروض أنه يستمر على تنظيم نومه على أساس أنه يرجع لروتينه وضع طبيعي؟ تمام. كم المدة تعتمد على كم عنده اضطرابات في الساعة البيولوجية. اللي كان متعود ينام الساعة 12 في الليل في رمضان ويبقى ينام الساعة 10 قد ياخذ يومين ثلاثة يعدل. لكن اللي ينام الساعة 5 الفجر أو بعد صلاة الفجر ويبقى يرجع وينام الساعة 8 مطولين معاه. نعم. إلى 3 إلى 4 أسابيع ماشيين في الموضوع من بداية من بعد رمضان. طيب نصائحي، يحدد ساعة الاستيقاظ تكون ثابتة خلال جميع الأيام، يتعرض للشمس لمدة نص ساعة. نعم. وفي كذلك يتجنب الأشعة من التلفزيون والإضاءة خلال الليل، والمشروبات اللي والمشروبات الغنية بالكافيين. نعم. يعني يهيئ لنفسه جو مريح يساعده على النوم. كل الشكر والتقدير للدكتور محمد الحقاني استشاري أمراض تنفسية وطب النوم، يعطيك ألف عافية، نورتنا في الاستوديو ونشكرك على كل المعلومات القيمة قدمتها لنا. شكرا دكتور، حياكم الله. مشاهدينا نحن مستمرين معاكم في صباح الشارقة بفقرات، خليكم معنا من بعد الفاصل مكملين، خليكم معنا. حياكم مشاهدينا الكرام. إن فوائد النشاط البدني وتأثيراته الإيجابية على الصحة لم تكن وليدة يومنا هذا، حيث أن العقدين الماضيين شهدا العديد من الدراسات العلمية والملاحظات التجريبية التي أكدت نتائجها قوة العلاقة بين النشاط البدني والصحة من خلال دراسة الآثار السلبية المترتبة على الخمول البدني والتي أجريت على عدد كبير من الناس، وأكدت وجود العلاقة بين الخمول البدني والإصابة بالعديد من أمراض العصر. كما بيّنت هذه الدراسات الدور الوقائي والعلاجي الذي تسهم به ممارسة النشاط البدني في مجابهة العديد من الأمراض المزمنة. لنتعرف أكثر على الفوائد الصحية الجسدية والنفسية الناجمة عن الممارسة المنتظمة للنشاط البدني، وكيف يمكن فعلا تجنب الكثير من أمراض العصر من خلال طبعا نشاط الحركة هذا. معنا مشاهدين الكرام في الاستوديو الدكتورة جزلة فضة أخصائية الصحة العامة، حياك الله دكتورة وصباح الخير. صباح النور. مقدمة كانت طويلة ولكن أعتقد فصلت الكثير من الأمور خصوصا فقرتنا هذه، لكن خلنا أيضا نرجع للمشاهدين ونعرفهم المقصود بالنشاط يعني البدني والحركي المفروض الواحد يقوم فيه. احنا نعرف أن النشاط البدني هي الرياضة والنشاط الحركي هي الرياضة خارج المنزل، شو تقصدين في النشاط البدني؟ هذا هو اللي بنصححه، أنه النشاط الحركي لا يعني فقط هو الإكسرسايسينج، يعني هو القيام بالتمارين الرياضية. النشاط الحركي هي حركة الجسم بواسطة العضلات تؤدي إلى صرف طاقة تفوت الطاقة اللي نحن مصرفها في أثناء الراحة. جميل. ومثل ما قلنا ما نخلط بين أنه بس نقول نشاط بدني معناته أنا بدي روح على الجيم أو بدي أقوم بتمارين رياضية. نعم. كل الأمور الحياتية اللي نحن نقوم فيها، المشي العادي مثلا، المشي إلى مكان العمل أو إلى المدرسة، صعود الدرج، الأعمال المنزلية، الأعمال داخل المنزل فعلا؟ طبعا هي كمان نوع من النشاط الحركي. واللي طبعا بنشجع عليه كثير انه كمان الحركة، اذا كان في قلة الحركة خارج المنزل انه نحاول نتحرك داخل المنزل، حتى اعمال بحديقة المنزل، هذا كله هو مفهوم النشاط الحركي. لذلك نحن بنقول انه الاكسرسايزنج او القيام بالتمارين الرياضية هي جزء بسيط من النشاط الحركي، لكن هو ما بيعكس ولينا محصورة بوقت. ايوه، هذا اللي بنقول هو بلانيد، يعني احنا بنخطط له وهو اللي بيكون بشكل متكرر او بشكل على وتيره مثلا معينه وباوقات معينه. طيب اذا بنتحدث عن فوائد هذا النشاط البدني او النشاط الحركي سواء كان للبالغين او حتى للاطفال،
تمام. هلا النشاط البدني طبعا هو خلينا نحكي بس شوي احصائيات عالميه بتعكس فعلا هي شو خطوره قله النشاط البدني. وللاسف بالعالم النشاط البدني هو رابع اخطر عامل خطوره عم يسبب الوفاه نتيجه جميل. لانه عم يسبب امراض مزمنه مثل امراض الضغط، امراض السكري، امراض القلبيه، الكانسرز. فكل هي الامراض عم تكون ممكن الوقايه منها لو قمنا بالنشاط الحركي. وللاسف كل واحد من ثلاث اشخاص ادلتس او البالغين هن ما عم يتحركوا وما عم يقوموا بنشاط بدني صحيح. يعني 31% فينا نقول 31% من الاشخاص. وهي بالدول المتقدمه وللاسف كمان اكثر من الدول الناميه. يعني عم تكون 48% نساء حركتهم عم تكون قليله و41% رجال. طبعا نحن لازم نقول انه فعلا نسلط الضوء انه اللي بيتحركوا لمده 150 فاكثر دقيقه في الاسبوع فممكن نحن نعمل دروبينج او وقايه ل 40% من الوفيات بسبب ال. طيب نحن عندنا بعض الصور دكتور هذه على الشاشه. هي خلينا عم نحكي على الاحصائيات سعاده. وللاسف باقليم الشرق المتوسط عم تصل نسبه قله النشاط الحركي لاكثر من 70% ببعض الدول. وعم تكون هي اعلى نسبه قله نشاط حركي بين الشباب. واعلى نسبه قله نشاط الحركي بين النساء هي باقليمنا. نعم يعني المفروض انه يعني هذه الفتره اللي هي فتره الشباب المفروض انه يعني كلهم طاقه وكلهم حيويه طبعاً. ونشاط المفروض انهم يكونون الاعلى. تمام لذلك النشاط. في عنا النشاط البدني هو بيفيد كل الاعمار. يعني ابتداء من فتره الطفوله، فتره الشباب، البالغين وحتى المتقدمين بالعمر بعد ال 65 سنه. هلا شو الفوائد اللي ممكن انه يعني شو الشيء اللي ممكن انه انا اعمل فيه وقايه اذا قمت بالنشاط الحركي؟ طبعا هذا خلينا نقول اول شيء على السريع، انا بقوم بنشاط حركي هو عباره عن تحريك العضلات. العضلات بدها طاقه لحتى تتحرك. العضلات اللي بدها طاقه لحتى نحصل على هي الطاقه انا بدي احرق الجلوكوز وبالتالي بدي احتاجه لاكسجين. هذا الاكسجين بدي اخذه عن طريق الرئتين من خلال استنشاقي لكميه اكبر من الاكسجين. انا استنشقت اكسجين اكثر. الاكسجين عن طريق الدم راح للقلب، تم نشره بالجسم، معناتها انا عضله القلب صارت تشتغل بشكل اقوى مشان تضخ الدم لكل انحاء الجسم. بالتالي كمان هالضخ السريع لانه العضلات بدها اكسجين بشكل اسرع، هالضخ السريع بده يتطلب انه هالاوعيه او هالدم عم تجري بهالاوعيه، فانا الحامل وقايه كمان من حصول تصلب الشرايين وحصول الجلطات. طيب. وحصول طيب. طبعا اضافه لتقويه العضلات والنظام والجهاز. كل المعلومات اللي قلتيها جميله جدا، ولكن في ناس عندنا ما تفهم الا بعدد الاوقات، يقول لك انا ما اعرف اليوم الا اتمرن عندي ساعه فقط في اليوم او ساعتين على مدار الاسبوع. هذه النقطه اللي نبغى نوصلها للمشاهد، كم الفترة اللي ممكن يستغرقها في التمرين اليومي سواء كان منزلي أو حتى بدني من خلال نادي صحي يلجأ له؟ وهل هنالك هرم بدني ممكن أو نشاط المفروض واحد يتبع نفس ما في هرم غذائي؟ تمام، كثير حلو هذا السؤال. هلا كثير في ناس بتقول أنا ما عندي وقت أني مثلا روح على الجيم أو أني أول شيء نحن خلينا بالحد الأدنى، الحد الأدنى للقيام بالنشاط البدني هو 30 دقيقة باليوم أو بالأسبوع خلينا نقول 150 دقيقة بالأسبوع. مثل ما قلنا النشاط البدني قد يكون مثلا خلينا نعطي اوبشنز، اني انا احاول اني زيد المشي عندي مثلا اعمل مشي 20 دقيقه الصبح. اختار طبعا الاوقات اللي ممكن ما تكون فيها زحمه او ما يكون فيها تلوث او الاوقات اللي ما يكون فيها ارتفاع حراره. ممكن اسوي 20 دقيقه الصبح مثلا 10 المساء. ممكن انا مثلا اذا رحت على المول اعمل باركينج للسياره بعيده عن الجيت مثلا، بعطي فرصه لحالي اني امشي. ممكن هالشيء ما نشوفه نحن دائما في المولات، الباركينج اللي عند الباب بنحاول للاسف لا بس كله فاضي. بس ممكن تشوفينا مجبره في يوم الاجازات يوم يكون الزحمه مضطرة. لا احنا عندنا في الايام العاديه تشوف ازدحام سيارات فوق بعض عند الباب، اكيد ما حتلاقي تمشي بس كم متر. يعني هذا اوبشن خلينا نقوله اوبشن لانه عم نقول اوبشن، يعني هذا خلينا نعتبره طريقه لاني اكسب فيها دقائق اكثر لاني اقوم بالنشاط الحركي. استخدم السلالم مثلا، حاول ابعد شوي عن المصعد، خليني استخدم السلالم. هلا مثل ما قلنا مثل ما في هرم غذائي اللي هو بيعتمد على اللي بيكون اكثر شيء لازم نتناوله بقاع الهرم، كمان في عندي هرم حركي. الهرم الحركي اللي هو بيركز على الانشطه الحيويه او الحياتيه الاساسيه اللي لازم انا اقوم فيها بشكل دائم وكثير. خلينا نشوف بس الهرم. نشوف الهرم يا محمد. يلا هذا الهرم. هذا الهرم. طيب
طيب هذا الهرم مثل ما شايفين الانشطه الاساسيه اللي هي لازم يكون فيها كل يوم هي هي المشي، صعود الدرج، الاعمال المنزليه، الاعمال بالحديقه، هي لازم نحن نكون بالحد يعني يوميا. دكتور حتى اللعب مع الاطفال يدخل في اي شيء في نشاط حركي حركة. لانه هو النشاط البدني يا بيكون مشان عمل يا ترفيه يا وقايه يا علاج. فاللعب بحد ذاته هو نشاط حركي أكيد. واصلا هو بالنسبه للاطفال كمان ما حكينا على الاطفال، الاطفال لازم يتحركوا 60 دقيقه مينيموم طبعا باليوم كل يوم. اي شو الاعمار؟ الاعمار من خمسة ل 17 سنه، هدول بنعتبرهم الفئه العمريه اللي هي في يعني الاطفال يومية. والمراهقين تقريبا ممكن مثلا نقسمها على 30 دقيقه مراحل. 30 دقيقه المراحل. للكبار المسنين كمان لازم ننصحهم بالحركه 150 دقيقه، نقسمها 10 دقائق مثلا باليوم 30 دقيقه، 5 ايام بالاسبوع كافيه يعني، نقسمها 10 10 10 10 دقائق. اذا معناتها النشاط البدني هو ضروري لكل الفئات العمريه، كل الفئات العمريه صحيح، وليس فقط لفئه الشباب او دكتور. عمليه القياس، كيف ممكن اقيس ان انا يعني قمت بهذا النشاط البدني إذا ما حطيت هذه الساعات؟ يعني اليوم أنا ممكن أتمرن، غدا ما أتمرن، طحت في فترة مريض، سافرت، رديت، كيف ممكن يقيس الشخص أن نشاط البدني صحيح حتى لو ما كان عنده أعراض مرض؟ تمام. هلا المنظمة الصحة العالمية طرحت توصيات خاصة بتعزيز النشاط البدني بكل الدول، وألقت الضوء على ثلاث فئات عمرية، هي من 5 ل 17، من 18 ل 64، ومن فوق ال 65، وعطتهم توصيات إنه مثل ما قلنا، أنت ممكن نعمل، ممكن أنا أطلع على ساعتي أعمل مشي مثلا 20 دقيقة، أرجع مثلا أنا أعمل مشي 10 دقائق مثلا بأوقات ثانية، ممكن إنه الطفل قاموا باللعب مثلا العاب مباريات كره القدم او الكذا. نحن والله الاطفال ما عندهم مشكله طبعا، بس باللعب بس المشكله طبعا لا وللاسف لا، نسبه قله النشاط البدني عند طيب. الاطفال والمراهقين عم تزداد في اكيد يعني بسبب التكنولوجيا، بس اذا ما وفرنا لهم الاجواء، مجرد ان توفرين لهم الاجواء والادوات المناسبه على طول في انطلاق تمام. حتى بتصميم، خلينا نطلع شوي على التصميم الخارجي، تصميم المدينه، تصميم الباركس، تصميم اماكن المشاة، هي كلها بتشجع الاشخاص أكيد. كمان وبتزيد الحين حتى نحن شوف يعني في إمارات الدولة أغلب أو في معظم المجمعات السكنية نشوف في أماكن مخصصة أو مرافق مهيئة لممارسة مثل هذه وهي المشاطات. على فكرة منظمة الصحة العالمية أعطت قصص ناجحة ومن ضمن دولة الإمارات على فعلا اهتمامها بتشجيع النشاط الحركي من خلال تصميم طيب. المدن والمدن. نحن شاكرين لك دكتورة وجودك معنا والنصائح الجميلة اللي قدمتيها للمشاهدين حتى بعض الصور اللي عرضناها. الشكر موصول للمشاهدين الكرام للدكتورة جزلة فضة أخصائية الصحة العامة. شكرا دكتورة. شكرا. إذا مشاهدينا الكرام ما زلنا مستمر معاكم ولكن بعد هذا الفاصل. حياكم الله مشاهدينا، مستمرين معكم في صباح الشارقة. مشاهدينا يعني كم مرة يسألنا البعض عن أشياء أساسية ومهمة بالنسبة لنا، فدائما تكون الإجابة كلمة نسيت أو ما أتذكر. مشكلة النسيان وهذه الظاهرة اللي أصبحنا نشوفها بشكل كبير ليست فقط مقتصرة على الكبار في السن، وهي أيضا يعني طالت حتى الصغار في العمر. نتعرف أكثر على كيفية تجنب وحتى علاج هذه المشكلة مع ضيفنا في الاستوديو الدكتور سرمد الشماع أخصائي أعصاب. يعطيك ألف عافية دكتور وحياك الله معنا في صباح الشارقة. يعني بداية دكتور، يعني ضعف الذاكرة أو كثرة النسيان مشكلة منتشرة بشكل كبير، يا ترى ليش منتشر صار النسيان بشكل كبير ما بين الأشخاص؟ هو أولا النسيان حالة طبيعية، ظاهرة طبيعية عند البشر ولا تعتبر حالة مرضية. في بعض الحالات وهي قليلة جدا تكون حالة مرضية. جميل. النسيان سبب بالدرجة الأساسية الشائع بين الأشخاص اللي يشكون من عنده عادة هو ضعف التركيز. حلو. الخطوة الأولى بالذاكرة هي التركيز، إذا كان في ضعف بالتركيز حيكون في نسيان. حلو. مثال على هذا، كنا ننسى وين خلينا مفاتيح سيارة، كنا ننسى وين خلينا النظارة، كنا ننسى وين وقفنا السيارة بالبارك، بسبب أنه ما ركزنا في هذه الأشياء نعملها يومياً وفي مكانات مختلفة، فما نركز من نعملها، ممكن أنزع النظارة في المطبخ، ممكن أنزع النظارة في الغرفة، فأنسى وين خليتها وأنا كنت أفكر بشيء آخر. صحيح. فضعف التركيز هو اللي يخلينا من نتذكر هذه الأشياء، فهذه ما يسموها ضعف
في الذاكرة أو النسيان، هذه ضعف في التركيز. جميل. اللي هي الخطوة الأولى في الذاكرة. طيب، عملية تمرين الذاكرة نفس ما كان تونا بوزان يتكلم عنها في كثير من الكتب، بالإضافة لذلك يعني حتى الدين يقول من يحفظ القرآن ممكن يكون بعيد عن الزهايمر، من يكون دائما يعني محرك مخه ونشاطه. أعتقد أن فترة النسيان يعني بعد عن النسيان بعيدة عنه. نصيحة ممكن نقدمها للمشاهدين، كيف ممكن واحد يمرن ذاكرته ويمرن مخه بحيث أنه يبعد عن النسيان؟ نفس ما قلت هي مسألة طبيعية عند كل إنسان، ولكن قد تتفاوت في كثير من الأحيان. نعم، هو كثير من الدراسات أشارت فعلا أنه تشغيل دماغك سواء ذهنيا أو جسديا يساعد على تقوية الذاكرة. حلو. فواحدة من العوامل اللي تمنع مرض مثلا مرض الزهايمر أنه تبقى أكتف طول عمرك. بمعنى تعمل تمارين، تشغل دماغك، تتعلم مهارات حتى لو كنت كبير في السن، لا تتوقف عند مرحلة معينة من العمر تقول خلص أنا وصلت هالمرحلة، بعد ما في تعلم بعد هذه المرحلة. مسألة التعلم مسألة أبدية، ما تتوقف عند حد معين. نعم. فهذه واحدة من العوامل اللي تساعد اكتسب أي مهارة حتى في أي عمر، عمر 60 عمر 70 ممكن تتعلم موسيقى، ممكن تقرأ، ممكن تكتب. نعم. فكل هذه المهارات تساعد على أنه تخلي الدماغ في ديمومة. نعم. ما يتوقف عند حد معين. جميل. نعم. طيب أنا حاب أسألك عن يعني العوامل أو الأسباب اللي قد تؤثر على الأعصاب أو تؤثر على الذاكرة يعني بشكل عام وتؤدي إلى موضوع النسيان. عوامل اللي تؤدي إلى النسيان كثيرة، من ضمنها استخدام بعض الأدوية، أدوية الاكتئاب، أدوية التوتر، الأدوية المسكنات اللي فيها مهدئ، أدوية الحساسية بصورة عامة، الكحول، التدخين، الحمل. هل يعني فترة الحمل دائما يقولون أن المرأة الحامل أو من بعد الولادة قد تمر بفترة تعاني منها من ضعف الذاكرة؟ تغيير هرمونات معروف عنه خاصة بالنساء بعد انقطاع الدورة الشهرية، بعد سن الأمل أو سن اليأس، عادة يصير في تغييرات في الذاكرة. فتغيير الهرمونات أثناء الحمل وبعد الولادة وقبل الدورة الشهرية وبعد الدورة الشهرية تأثر على التركيز بالدرجة الأساسية وليس على الذاكرة. طيب دكتور، تختلف يعني فترة النسيان عند الرجل والمرأة ولا هي متساوية لكن يختلف فقط نفس ما قلت التركيز؟ في خلاف على هالموضوع الحقيقة، ما في شيء ثابت علميا 100%. اللي مذكور أنه مرض الزهايمر أكثر بالنساء من ما في الرجال، بس الحقيقة أنه وجدوا أنه الرجال عندهم ضعف في الذاكرة البسيطة أكثر من النساء. الذاكرة البسيطة اللي هي الوقتية، الذاكرة الوقتية اللي كل الناس يمرون فيها. نسبة الرجال يعانون فيها أكثر من النساء، وسبب هذا أنه المرأة تقدر تعمل عدة أشياء في نفس الوقت. صحيح. فممكن المرأة تتكلم في التليفون وتطبخ، بينما الرجل ما يقدر يعمل هذا الشيء، يعمل شيء واحد، وهذا يعزوه لأنه الذاكرة القصيرة عند المرأة أقوى من الذكر. دكتور نحن سوبر يعني ما في مجال. طيب أنا دكتور، يمكن سبب نسيان الرجل المرأة؟ هو في أغلب الأحيان هذا يكون صحيح. أنا حاب أسألك عن تأثير نمط الحياة والبيئة والأغذية على موضوع الذاكرة. من العوامل الأخرى أكيد أن الغذاء له دور أساسي، فالغذاء الصحي الغني بالبروتينات والفيتامينات والدهون الغير مشبعة، هذه كلها تكون مفيدة بالنسبة للدماغ كتغذية للدماغ. الرياضة مثل ما ذكرنا أنه الرياضة يوميا حتى لو مشي لمدة نص ساعة يساعد على الحفاظ على الدماغ. نعم. طب هل في أدوية يقال أنها تحسن من موضوع النسيان أو ضعف الذاكرة، لكن أيضا يعني يذكرون أنها قد تؤثر على موضوع خصوبة الرجال، هل هذا الموضوع صحيح؟ شو اسمه الدواء محمد؟ جينكو، مادة الجينكو. في أدوية كثيرة بالأعشاب وغيرها لم تثبت فعاليتها في أنه تمنع تدهور الذاكرة. نعم. كمثال على هذا مرض الزهايمر، مرض الزهايمر مجرد أنه يبدأ عند الشخص صعب أنه يتوقف. في أدوية ثبتت فعاليتها أنه ممكن تبطئ تدهور المرض. أيوة. بس ما تحسن من حالة المريض ولا توقف التدهور. نعم. لأن فقدان خلايا الدماغ هي مبرمجة حتكون، مرات تكون بشكل سريع مرات تكون بشكل بطيء، تختلف حسب شخص إلى شخص. صحيح دكتور، هي حسب العمر. فقدان الذاكرة يبدي عادة بعمر 50 فما فوق، اللي هو الفقدان الطبيعي للذاكرة. حلو. في فقدان نقبلة في عمر معين. هذا فقدان الاعتيادي، بس إذا زاد عن حده يعتبر حالة مرضية. طيب في تفضل. في بعض الأحيان يقولون ما أعرف أنه مثلا إذا أنت تعاني من النسيان عندك نقص في فيتامين بي 12، صحيح؟ نعم. هل هذا الشيء صحيح؟ وشو المأكولات اللي ممكن نحن يعني ناكلها يكون موجود فيها هذا الفيتامين؟
فيتامين بي 12 موجود بكثير من الأطعمة، مهم جدا بالنسبة للجهاز العصبي، مو فقط للدماغ، حتى للأعصاب المحيطية والحبل الشوكي. ونقص الإنسان عادة ما يحس فيه لأنه يحصل بشكل تدريجي. احنا عندنا خزين جيد في جسمنا من فيتامين بي 12، بس إذا ما تناولناه لفترة طويلة عادة ينتج عنه النقص، فينتج عنه واحدة من أسبابه هي أعراضه هي فقدان الذاكرة. الفيتامين بي 12 موجود بالكبد بنسبة عالية، موجود في اللحوم، موجود في الخضروات، ممكن تناوله. المشكلة الأساسية مو بقلة التناول فيتامين بي 12، مشكلة عادة في الامتصاص بي 12. في ناس عندهم ضعف في امتصاص بي 12، وفي بعض الأدوية اللي ناخذها مثلا أدوية المعدة اللي تستخدم للحموضة مع المعدة تعيق امتصاص بي 12. كثير من الناس يستخدموها لسنوات طويلة، فبعد فترة يصير عندهم مشاكل في الذاكرة وغيره، وينتج عنها نقص فيتامين بي 12. بعض أدوية السكر الجلوكوفاج يتعارض مع امتصاص البي 12، فاستخدامه لفترات طويلة لازم دائما ننبه المريض انه ياخذ معه حقن بي 12 او ممكن ياخذ حبوب اللي تعوض الخزين في الجسم. جميل. طيب دكتور، انت نفس ما قلت في فترة الخمسين ممكن فما فوق تبدا عملية الفقدان الطبيعي عند كل انسان، ولكن فترة الشباب الان اللي انتشر فيها يعني مسألة ضعف الذاكرة، اذا كان في علاج لمثل هذه الامور بدل ما انا اروح للدكتور، ممكن يكون علاج في البيت من خلال بعض التمارين ممكن نتكلم عنها، والفتره اللي ممكن يستغرقها هذا الشاب في الوصول الى الذاكره الطبيعيه، واذا استغرقت هذه الفتره وطالت المفروض هل يلجا الى الدكتور ولا يستمر على علاجه؟ نعم، هو عادة الإنسان يوصل لقمة الذكاء ماله في عمر 20، بعد عمر 20 يبدأ يفقد الخلايا الدماغ تدريجيا. فالنسيان الأشياء الاعتيادية اللي ذكرناها أمثلة البسيطة اللي ننساها يوميا هذه ما تعني شيء، مثلا مرات أنت في الغرفة تروح للمطبخ تشرب ماء، بس من توصل المطبخ تنسى أنه أنت تشرب الماء. فهمت علي؟ هذا طبيعي، هذا حالة طبيعية، بس أنه الإنسان ينسى مثلا اليوم شنو تريقت أو شد غديت البارحة، أو ينسى أشياء أساسية، ينسى موعد مهم اليوم كان مفروض أنه يروح عليه، يبدي يعيد الأسئلة عدة مرات، نفس السؤال يكون سأله قبل فترة ويريد يعيده مرة أخرى. تغيير في التصرفات، إذا كان الإنسان بدأ يتغير يبدأ يتعصب بسرعة، يبدي يتيه في المكانات، بمعنى أنه إذا شخص كان يزور صديق مرة بالسنة ممكن يضيع المكان ماله، بس إذا كان يزوره كل أسبوع بدأ يضيع الطريق حتى يوصل له، هذه حاله مرضيه. فهمت علي؟ في اشياء عاده الاقارب والاهل هم اللي ينتبهون انه هذا الشخص بدا يفقد بعض الادراك، مو فقط الذاكره، الادراك كذلك، يعني الادراك بالامور، الدماغ مش وظيفه واحده، مش الذاكره واحده من وظائف الادراك بصوره عامه. صحيح دكتور، انت ذكرتنا في مواقف كثيره مرات الواحد يسوق ويوصل لمنطقة يقول كيف تخطيت هذا الشارع، حتى هذا طبيعي ولا؟ هذا جدا طبيعي، أنت مرات تسوق يوميا، أنت الطريق اللي متعود عليه تروح وتجي فيه بدون ما تفكر، أنت تشوف نفسك أنت وصلت للمكان حتى ما تعرف كيف وصلت، وأنت فكرك كله مشغول بشيء ثاني. هذه نسميها المهارات أو البراعة اللي موجودة عند الإنسان. فمثلا الأشياء في إنسان يتعلمها ما ينساها، مثلا سياقة الدراجة مثلا، إذا تعلمتها بطفولتك بعد 20 سنة أو 30 سنة حتى لو ما سقت الدراجة، مجرد ترجع تسوق الدراجة حتلقى نفسك. نفس مسألة السباحة، إذا تعلمت في الصغر خلاص كبير حتى لو فروك في أي بحر أمورك تمشي. طيب دكتور، احنا وصلنا للختام، عندك نصيحة نختم فيها سريعا؟ بالنسبة للذاكرة، أول شيء أن نطمن الناس أنه فقدان الذاكرة البسيط، نسيان الأشياء البسيطة ليس سبب لهم القلق، لأن القلق يؤدي إلى فقدان الذاكرة، فيدخل الشخص بحلقة مفرغة أنه قلق يؤدي إلى نسيان ونسيان يؤدي إلى قلق. فأولا النسيان اعتيادي، حالة طبيعية عند البشر. اثنين التغذية الصحية والرياضة والتواصل التعلم، ما في توقف في مرحلة معينة. جميل. يعني كل الشكر لضيفنا في الاستوديو الدكتور سرمد الشماع، أخصائي أعصاب، يعطيك ألف عافية. شكرا لوجودك، نورت الاستوديو، يعني نشكرك فعلا على المعلومات القيمة اللي قدمتها لنا، وإن شاء الله يكون لنا لقاءات مستقبلية في صباح الشارقة. تأكد دكتور ما راح ننساك. الله يبارك فيك. مشاهدينا وصلنا معكم لنهاية حلقتنا لليوم، لا تنسون باكر إن شاء الله كونوا على الموعد في حلقة جديدة من صباح الشارقة في تمام الساعة 10 وحتى الساعة 11:30. إلى ذلك الحين تقبلوا تحياتي أنا رشا مطر وتحيات زميلي محمد الفرجاوي، في أمان الله، مع السلامة.